السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تالتة ثانوي 2024، الناس اللي تابعوا معانا كتاب جوينت في قناتنا. النهاردة البارت 2 من يونت 5 اللي هو ليسن 3 و 4. زي ما قلت لك في بارت 1 ان الجزء ان يونت 5 ما فيهوش قواعد، القاعدة اللي فيه بس هي بتعلمك الفعل ولو بيجي معاه كذا prepositions كذا حرف جر، وكل حرف الجر ده بيدي له معنى مختلف عن المعنى التاني. النص التاني برضو يعتبر ما فيهوش قواعد، بمعنى بقى قواعد اللي هي بمعنى الازمنه، او بمعنى مثلا قاعده زي الدايركت والاندايركت، حاجه زي ال اف، حاجه زي الكويستشن تاج، حاجه قواعد بمعنى قواعد مش موجوده في يونت 5. فانت يونت 5 ده تناوله ك phrasal verbs، تناوله ك حاجه يعني زي السناك كده، يعني حاجه خفيفه بالنسبه لك. وانت كده قلت لك يعتبر انت كده خلصت مع نهايه يونت 4، انت كده يعتبر خلصت الترم الثاني، خلصت الترم الاول في الثانويه العامه. بالك بس في قاعده الكوزيتيف بتاعت يونت 6، حاول برضو اهندل لك فيها الدنيا والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه. الترم الثاني برضو يعتبر كله مراجعه، في اول 3 4 وحدات تقريبا كلهم مراجعه على الترم الاول، بيرجع لك على الازمنه، فالدنيا ان شاء الله كويسه. واحسن ما فينا ان احنا مستر بنتناول الموضوع بشكل مبسط، بعرفك الجمله دي ازاي اتحلت واتحلت كده ليه، طب الكلمه دي لو شالها حط دي، تابع معايا تمام. بالنسبه للناس اللي سالت على القصه، اللينك القناه الثانيه هسيبه لك برده في الديسكربشن، وهيظهر دلوقتي اللينك في البايو. فانت يا مستر برضه عشان تتابع القصة، وهيبقى فيها شورتس برضه ازاي how to develop yourself، how to organize plan، ازاي تخطط بقى، فكرة ازاي تتخطط لمذاكرتك، ازاي تتعلم الانجليش بقى. بس الكلام ده يعني انصحك بيه بعد ما تخلص امتحانات، وطبعا هتبقى موجهة اكتر للطلبة اللي هتخش كلية التربية قسم انجليزي. مطلوب مني يا مستر دلوقتي lesson 3-4 في unit 5، افتح كتابك معايا صفحة 108، صفحة 198، ومع حل كل جملة هبدأ مستر اوضح لك ايه الحل ده جه ازاي. اتفقنا؟ يلا بينا نبدأ عشان ما نضيعش الوقت. اول جملة يا مستر، the minister معناها الوزير، used استخدم his speech الخطاب بتاعه to not the issue of global warming لقضية الجلوبال وورمينج، طبعا اللي هي معناها الايه؟ الاحتباس الحراري. طبعا هو عامل ايه؟ هو عامل هايلايت. يعني كلمة هايلايت معناها يسلط الضوء على الكلمة دي، انت واخدها معايا قبل كده في يونت 1 وكلمة مش جديدة عليك. انا قلت لك حتى الفوكاب الموجودة على التست على اليونت ده يا مستر مش جديده، ما فيهاش حاجات جديده. التست ده اليونت ده زي ما انا قلت لك اعتبره زي ايه؟ زي سناك كده بالنسبه لك، ما ياخدش في ايدك بالظبط نص ساعه مذاكره. How do I scan a photo and نقط، بقول له كيف اللي انا اعمل سكان للفوتو للصوره، and نقط it to an email، انا عايز ارفقها بالايميل. فكلمه يرفق بالايميل اسمها attach، فالاختيار ايه؟ الاختيار دي. It's important for people to نقط، من المهم للناس انها تعمل نقط their work and life، حياتها من حياه اللي الورك اللي العمل من حياه البيت. طب تعمل سبريد، تعمل انفصال، او في كلمه كمان يا استاذ بتساويها على تانية اعدادي بندرسها للطلبه اسمها بالانس. بالانس معناها يوازن، يوازن بين حياه الشغل وحياه الايه؟ حياه البيت، او يفصل ما بين الاثنين. طبعا دي من الفيتشرز، من السمات بتاعه الشخص الناجح اللي هو يفصل ما بين ده وما بين ده. ability to give، القدره to give clear نقط is the most important، هي الاهم او هي اهم سمه في الايدل تيتشر، المدرس المثالي. ايه يا مستر اهم حاجه في المدرس المثالي؟ الاكسبلينيشن، كلمه مهمه explanations، اللي هي جايه من كلمه explain اللي هو يفسر او يوضح، to show something، to present skills، يقدم مهاره معينه او يقدم تفسير معين. You must، we must not the cause، احنا يجب علينا سبب البروبلم، before we look، قبل ما احنا look for، نبحث عن حلول.
يبقى انا لازم اعمل ايدنتيفاي، تحديد المشكله الاول. حتى درسنا ده في التربوي، يقول لك لو انت عندك مشكله لازم اول حاجه الشعور بالمشكله، تشعر ان في مشكله عندك يا مستر، وبعد كده ابدا احددها. قبل طبعا قبل ما تروح للحل وفكره الحلول المقترحه ومش عارف كل السيستم ده، برضه قلت لك هنشرحها على القناه اللي هي طالب التربيه. واعتقد ان المناهج التربوي لازم تدرس لاولياء الامور، تدرس للطالب، تدرس لكل اب، تدرس لكل ام، عشان يعرف ازاي. لان كليه التربيه يا جماعه من الكليات اللي بتقدم لك العلم التربوي ده، هيفيدك في حياتك، حياتك عامه. ف يو ماست ايدنتيفاي، يجب انك تحدد المشكله قبل ما تبحث عن الايه، قبل ما تبحث عن الحل. اي فيل نوت، انا اشعر بالقع. قال لك كلمه فيل يا جماعه هي من الافعال اللي ممكن يجي بعدها صفه، صفه عادي. انت يا استاذ بتقول لي الحال بيجي بعد الفعل، زي اي رن ويل مثلا، جريت كويس، ده مثال عابر يعني. انما ممكن اقول لك اي فيل هابي عادي خالص، انا اشعر بالسعاده. هابي نصف، ليه ما قلتش هابلي؟ ما قلتش حال، لان فيل من الافعال اللي بيجي بعدها ايه، اللي بيجي بعدها صفه. يبقى فين الصفه هنا يا مستر؟ الصفه هتبقى كلمه certain عادي خالص. انا متاكد ان التشينج ويل بي هيكون للافضل، انا اشعر بالتاكد، او انا يعني انا واثق من نفسي ان التغيير ده هيكون للايه، للافضل. You should answer، يجب انك يا استاذ تجاوب each question، كل سؤال in a نقط شيت، طبعا في كل شيت منفصل. ده طبعا اللي هو ايه، فكره spread برضو اللي معناها منفصل. الون هنا بمعناها بمفرده يعني واحد لوحده، انما الون اللي هنا معناها يشعر بالوحده، وهو فيلينج شعور. students with الطلبه اللي بنقط in chemistry will في طبعا ماده الكيمياء will not probably من المحتمل ان هم يجدوا course easier، المنهج ده اسهل. يبقى الطلبه يا استاذ اللي عندها background، background معناها ايه، خلفيه في الكيمياء، هيلاقوا الكورس اسهل. زي مثلا انا بكلمك عن الانجليش دلوقتي، انت لو راجل عندك ثقافه في الانجليش، مش شرط تكون طالب بقى وبتحل معايا، هتعرف تحل، هتلاقي الدنيا كويسه يعني. الجمله رقم 9، I'm gonna to ask each، انا هسالك او اسال كل واحد فيكم to make a short نقط، ان يعمل لي نقط of his project، تعمل لي presentation. presentation يا جماعه هو عرض تقديمي، يقول لك فلان ده طالع يعمل presentation، يحضر باوربوينت ويطلع يشرح للناس كل سلايد بيبقى موجوده فيها ايه. A question and answer، سؤال والاجابه، نقط will be held after، هتكون بعد المحاضره، to clear عشان نوضح اي من كلمة فيجنس اللي معناها زي مناقشة أو استفسارات يعني، هي نفس الفكرة بالظبط. يبقى أستاذ رقم 10 هتبقى سيشن معناها جلسة، زي ما بقول لك إيه، زي ما أنا بقول في الآخر أقول لك اللي عنده سؤال يا جماعة اللي ما فهمش حاجة يكتب لي في التعليم، هي نفس الفكرة بالظبط. The not of the match will be shown، هيظهر on TV tonight، طبعا ايه اللي في الماتش هيظهر على التي في النهارده، طبعا هتبقى الايه، هتبقى الهايلايتس، الضوء، تسليط الضوء يعني. برضو الكلمه دي عليك في اليونت ده وعليك في يونت واحد. There is a strong نقط between، ما بين السموكينج، سترونج يعني حاجه قويه، بين التدخين وامراض القلب، طبعا في لينك، في ربط بين الاثنين، ان ده كوز او سبب لده. A good teacher، المعلم الكويس هو بالتأكيد يعرف، أو يعرف بالتأكيد how to not his class، إزاي يا أستاذ motivate، يعمل motivations، يحفز encouragement، فكرة التحفيز الفصل بتاعه. The online club is a virtual، الأونلاين كلاب النادي الأونلاين هو virtual world for children where they، حيث هم كان يستطيعوا with each other، هم بيعملوا ايه مع بعض، ممكن يتشات، تشات اللي معناها زي جروبات الواتس والحاجات دي زي دي يعني. people on نقط، قال لك incomes، الناس اللي نقط incomes في الدخل بتاعها يعني، طبعا اسمها on average معناها في المتوسط، الناس متوسطة الدخل are finding، بيجدوا صعوبة to manage في التحكم at the moment، في هذه اللحظة دي، it's a fact يعني، ده حقيقة.
16 her not for her absence wasn't very convincing. هنا معناها فكرة مش مدانة أو مش متهمة يعني يا أستاذ. يبقى فكرة explanation يعني بيقول لك يا أستاذ إن الجملة دي تفسيرها إن شرحها للتهمة ما خلاهاش مدانة. We get on very well together in spite of زي كلمة spite of بالظبط اللي معناها على الرغم من our difference اختلافنا في الباك جراوند اللي احنا get well يعني معناها ادينا بشكل كويس مع بعض together بالرغم من كل واحد فينا عنده خلفية مختلفة عن التاني. I try to do انا بحاول اني to do اعمل 30 دقيقة او نص ساعة من التمارين. انا عايز اقول لك each average في المتوسط نص ساعة sessions عفوا sessions معناها جلسة جلسة average بتاخد on ومعناها on average معناها في المتوسط. يبقى هنا أستاذ دي تلاقي 20 او 30 minute exercise دي جاية بمثابة صفة لمين لكلمة session اللي هي اسم معناها جلسة نص ساعة في التمرين. I will never انا never not who is coming مين اللي جاي to visit us tomorrow. I will guess I never guess انا ما اقدرش اتوقع مين اللي يجي يزورنا بكرة. We finally reached احنا اخيرا وصلنا an arrangement لاتفاقية بعد ساعات من طبعا الديسكشن المناقشة بسبب كلمة argumentative. He is very not and thinketh thinks وهو نقط ويعتقد ان المرأة shouldn't work outside home ما تشتغلش في بره. يبقى هو راجل old fashioned معناها اللي هو يعني فكرة قديمة او موضة قديمة. والله الراجل ده عنده حق يعني. 22 to the garden للحديقة is through the kitchen خلال المطبخ. طبعا هنا access to معناها السماح الى او الخروج من الحديقة الى من خلال المطبخ. The teacher المعلم used استخدم strategies في التعليم متنوعة يا أستاذ to not student engagement in the classroom. طبعا اللي يعمل ايه motivate كلمات بتتعادة معنا احنا دلوقتي في صفحة 198 حلينا 23 جملة من ضمنهم 3 او 4 كلمات نفس فكرة motivate 3 او 4 كلمات نفس فكرة spread 3 او 4 كلمات فكرة explanation. اليونت ده سهل ما تحاولش تاخد منك وقت كتير وانت بالذات ان شاء الله. عشان كده احنا هنجمع ما بين زي ما جمعنا في يونت في ليسون 1 2 جمعنا ما بين الفوكاب وما بين الجرامر. بارت 2 برضه اللي هو المصور ده هيجمع ما بين الفوكاب وما بين الجرامر. وبقى لك بقى جزء الاوبن بوك وجزء التست. يبقى كده 3 فيديوز لليونت ده كفايه عليك. اللي بتصفح معايا بقى صفحة 99 كده بقى 99 أول جملة مستر what star sign are you let me اسمح لي نقط جس يعني ايه اخمن بقول له ايه الستار اللي انت منه او الساين يعني العلامة ده عامة ده اسمه بيقولوا عليه expressions ده تعبير ما ينزلكش قوي. let me guess اسمح لي ايه اسمح لي اخمن. خمسة وعشرين وين دينا سند لما دينا ارسلت الايميل did هل هي ارفقت به الصور اتاش اللي بالك زي ما قلت لك في الصفحة الاولانية هي شوية كلمات وبتتكرر كتيرة يعني. Chairman gave راجل اللي قاعد على كرسي gave ادى نقط about the company latest sales figures عن الاشكال او انماط اللي مبيعات الاخيرة اللي في الشركة. ده طبعا عمل presentations عمل عرض. The research البحث study درس aim to investigate الهدف من التحقيق ذا نقط اللينك الرابط اللي بين السليب
patterns and cognitive function. في link, في relationship, في علاقة ما بين الاثنين. line, verb, allows users, تسمح لل users to not with each other, مع بعضهم البعض, and discuss various topic, ويتناقشوا المواضيع المتعددة بها chat. They not their rich or research findings at the conference, conference اللي هو الكونفرنس المؤتمر yesterday اللي هو امبارح. يقول لك هما استاذ للريسيرش فايندنجز, وصول الابحاث في مؤتمر, عملوا ولا عملوا ايه, عملوا بريزنتد, نفس الفكره بريزنتد وبرزنتيشن اللي عملنا نجرب فيها من اول الكلام. جمله 30, I have my public life and my private life, انا عندي حياه عامه وحياه خاصه, and as far as possible, على قدر المستطاع, I try to keep them, بخليهم, نفس فكرة balance اللي هتراك عليها, أو فكرة منفصلين عن بعض, spread. The weather forecast predicted, جماعة بتوع خبراء الأقصاد الجوية بيتوقعوا إن درجة الحرارة will هتكون كويسة above for the نقط for this time of year, في هذه, قالك it will be a bit, هتكون حر اكتر, بس يعني اكثر درجه حراره بس بنسبه قليله, ان يوجد على المعتاد. يبقى هم بيتوقعوا افريج في المتوسط, above the average يعني above the average, the average يعني فوق الايه, فوق المتوسط. طب كويس. The security guard of the security guard اللي هو الحارس الامن asked visitors, سال ال visitor to not themselves by presenting, سال الزوار عشان يidentify, يحدد هويتهم يعني. تمام كده. السؤال رقم, احنا كده وصلنا لكام؟ وصلنا ل 32. في مشكلة في ال, احنا كده علمنا على 31 average, علمنا على 32 identify. 33, the coach called for not a to discuss the team strategies, عشان يناقش استراتيجية التيم في upcoming game, session, جلسة, اجتماع, game meeting بالظبط, day session اللي انت بتاخدها معايا دي session. تمام, دي ال 33 جملة على ال key vocab وعلى ال definitions, واتكرر فيهم الكلمات الآتية, كلمة spread, كلمة certain, attach, link, motivate, explanation, كل الكلمات دي بتتكرر. هي دي اللي عليك اصلا في الوحده, واحده سهله وخفيفه والدنيا فيها كويس, ما تعقدهاش على نفسك. simply speaking and balanced on a microphone slide, slide معناها جانب. يقول لك الناس بيتكلموا about male and female, الرجال والاناث, ولكن what is the نقط difference between the two, what is the, what is the essential difference, الاختلاف, difference الاختلاف الضروري. I was deeply, انا حقا, deeply شوكد, شوكد يعني اتصدمت, to learn لما عرفت of his death, في وفاته. According to official, طبقا ل official نقط, records التسجيلات الرسمية, 5 people, 5 من الناس قتلوا آخر سنة بالقرب من the road junction. طبعا ده اللي هو records. كويس, we need to, احنا محتاجين الى نقط our teachers لمدرسينا in their efforts, في مجهودهم to raise standard, احنا محتاجين, يبقى نختار كلمة support, دعم مدرسينا, الله يكون لنا محترمة, in their efforts, يعني لازم support your teachers, باش نزور. The kids always get excited
بيكونوا متحمسين في البيرث داي اللي هو ايه عيد الميلاد. جملة 40 they use هما بيستخدموا نقط ways طرق of market للتسويق their services لبضائعهم او لخدمة service of customers للبضائع يعني. يبقى بيستخدموا طرق ايه طرق creative. ليه خدت creative يا مستر؟ لانها هي صفة والصفة تصف الاسم وتأتي قبله والاسم هنا ways. How can you know ازاي تعرف if you think لو انت نقط or not لو انت بتفكر think ايه creatively بتفكر بإبداع بإبداع. يبقى انا عايز هنا حال الحال هو اللي بيجي بعد الفعل حال هو اللي بيجي بعد الايه بعد الفعل. The Asher aims بيهدف الى the poo and release اطلاق سراح the نقط الاشر اللي هو الراجل القوس عارفين انت الرمح اللي هو ده نفس الفكره بالظبط كده then out towards the target ان هو يروح تجاه التارجت اللي هو الايه الهدف. طبعا هنا هتختار كلمه arrow اللي هو السهم. recycling paper and plastic bottles is one way اعاده تدوير الورق والبلاستيكات او الازاز البلاستيكيه هي طريقه to reduce عشان نقلل waste and promote نقلل النفايات و promote environmental sustainability اللي هي فكره ترقيه البيئه الاعتناء بالبيئه والكلام ده. athlete broke the previous هم كسروا ال previous طبعا record اللي هو الرقم القياسي يعني عايز اقول لك هو كسر الرقم القياسي اللي معنى ايه جاب حاجه جديده يعني. in the long jump جامب ايفنت في الحدث جامبينج اللي بقى ماشي كده الصفحه صفحه 200 وهي دي اخر صفحه في الكلمات. ولو تلاحظ برضو حتى الفيديو اتصور على كذا مده لان وجود ان انت تقعد تسجل حصه بتقعد تمنتج تقعد كذا كذا كذا. ان شاء الله نحاول الترم الثاني نشوف منصه توفر عروض يعني سبحان الله يعني من عند الله. لسه بقول للناس اللي هتساعدنا في هتعمل هنعملها بوناتس لسه بيقول اونلاين شوبينج بلاتفورم بروفايدز مالتي بلاي اوبشنز كده يعني ايه برغم ان انا بحل فوري يعني مش محضر الكلام ده انا اصلا كده كده بحل عندي في السنتر فيعني ايه سبحان الله ان شاء الله ده كده تدل ان ايه ماشي. بالانسد دايت النظام الغذائي المتوازن ذات انكلودز فروتس اللي هو بيتضمن او بيشتمل على الفروت والفيجيتابلز is not for maintaining a good health بيشترط عليه طبعا كلمه essential هي كلمه ضروريه. جمله 47 يا مستر the unexpected lose الخساره غير المتوقعه of a loved one left the family كان غير متوقع خساره غير متوقعه من loved one ده اكتر واحد محبوب من العائله لمغادرة اكتر واحد من المحبوب من الايه من العائله. طبعا نختار كلمه ايه نختار كلمه شوكد اللي معناها صدمه. الزهور اللي موجوده في البستان to bloom beautifully in the spring يبقى هنا مستر هتقول ايه هتقول تند تند تو تميل الى in this business you must use new methods يجب انك تستخدم new methods and be not to stay ahead creative مبدع the online article offered used not tips on to improve time management skill المقال بيعرض useful tips نصايح تيبس مفيدة ازاي انك تنمي التايم مانجمنت سكيلز مش ارتكل بس انت ممكن تخش على القناة التانية هتظبط الدنيا معاك. The research study invited individuals بيدعو الافراد from different من الباكجراوندز المختلفة to serve as not in order to obtain في الحصول على deserve او diverse perspectives طبعا تختار كلمة participations
انا مشاركة، يمكن ما بارتيسبيت لانجوج نوتس بقى، معانا كده 10 جمل او 12 جمله سريعا كده عشان نخلص جزء الفوكاب ده، لان هنستوب لحد كده، وان شاء الله ممكن اصور بقى على بعد الظهر او بعد العصر. يعني you must pay، يجب انك تدي pay the calls you make، تدفع للمكالمه اللي انت عملتها on the phone on the cell phone in advance. Our marriage began to، زواجنا اصبح تو، نقط رونج. كلمه رونج يا جماعه يا اما بتاخد دو رونج يا اما بتاخد جو رونج. جو رونج معناها يتعطل، دو رونج زي ميك ا ميستيك. I don't like the place، ما بحبش المكان ده. I'm not، I'm هتبقى تاخد بي و سي اللي هي definitely و certainly. بي و سي اللي هي معناها ايه بقى؟ بالتأكيد. My daughter applying، طبعا apply apply for، بتقدم بطلب لي. It's a good play، it's a good idea to do do research، يقوم ببحث. top footballer اللعيبة التوب. كلمة regular appearances معناها بتاخد make، بظهور بشكل منتظم. It can be difficult to، من الصعب او استطاع ان يعني يكون من الصعب. the right work life balance، طبعا balance توازن، بتاخد get اسمها get balance او get the right life او work life balance، يعمل توازن مع get balance. it's a vegetable that، ضروري حاجة حيوية. ان الطعام is made، نقط طبعا هنا انا available متاح. الفريلانس وركر هاف تو دو ذير اون اكونت، يجب ان دو اكونت، يعمل اكونت. دكتورز ار اولويز تراينج، هما بيحاولوا ان فايند، يجدوا افكتيف، انا عايز صفه تصف الاسم وتاتي قبله. we were asked، احنا سئلنا to do to do class serve، كلمة serve بتاخد دو يا جماعة، بتاخد دو، بتاخد perform، وبتاخد conduct، بتاخد carry out، دو ملهاش علاقة بمين خالص. بص يا باشا، suggest that، انا شرحت الكلام ده قبل كده، فاعل هيجي اهو، حاجة من الاتنين، يا اما مصدر يا اما should والمصدر، حتى لو الفاعل مفرد ماليش دعوة. العيال تروح تختار دز، لا يا باشا ايه دو، والله دو يا ابني. if you weren't a teacher، لو انت مش مدرس، what job would you would you do، لو لم اكن مدرس، لو قدرت ان اكون مدرس هكون مدرس برضه، او اعمل شبه الجماعة بتوع اللي بيخش كلية الطب ويطلع يقول لك، ويطلع يدي درس احياء ويدي درس كيمياء، ومع اول لايف ليه او اول ستوري في تيك توك ولا في شورتس دي، خمس كليات ما تخشهاش، او واحده فيهم بتبقى كليه تربيه. ليه؟ مش عارف ليه الكل حاطط على كليه تربيه، مش عارف مش عارف. اسمحوا لي يا جماعه، يعني كليتنا ده مساحتي، يعني اديني مساحتي اللي انا دافعها كليتي، لا الفضل عليك. ايه اللي عاملاه؟ بيقول لك ايه، قصه تربيه ضعاف واداب اقوى من مش عارف ايه يا بي. بس يعني يا ابويا ما خلينا في موضوع. اخر جمله، while I was walking I met، نقط هنا بقى يا استاذ، a 10 year، وجود A، وجود الداش، يبقى هي دي الصح، عشان دي تبقى اسم ايه، تبقى اسم مفرد. كده احنا خلصنا الكلمات، نستوب كده، وان في دلوقتي في اونلاين كورس ميعاده بيبدا 12، وان شاء الله لما نخلص نسجل الجزء بقى البارت 2 الخاص بالخاص بالجرامر. انا بالجرامر، وقبل ما اخش في جانب الجرامر بس حابب اتاسف على تاخير نزول الحصه، لان الفيديو ده اتصور على مرتين، على كذا مره يعني، عامه امبارح وقفت عند في التصوير عند جزء الفوكاب، خلصنا كله، وحتى اللاب كان مفتوح ما تقفلش، عشان ولا عملت سيف حتى للحاج، كان مفتوح زي ما هو. وان شاء الله نبدا الجرامر، دينا مظبط مواعيد يعني مش اللي هي، ولكن ان شاء الله اي بروميس اللي مع الجزء الترم الثاني هيبقى فيه التزام اكتر من كده ان شاء الله. طيب جزء بقى الحصه النهارده، نراجع سريعا او اذكر نفسي الاول، لان الكلام ده كان امبارح. اليونت ده يونت 5، شرحنا فيه ليسون 1 2 وجرامر وبوكاب.
ليسون 3 4 شرحنا الفوكاب، قلت لك الفوكاب دي سناك بالنسبه لك، الدنيا سهله خالص ما فيهاش اي مشكله. كذا كلمه مستر هما بيتكرروا، ممكن تكتبهم انت في ستيكي نوت بسيطه كده وتلزقها على الكلمات وتركز على كم كلمه اللي هما اتكرروا. على ما اذكر يعني هي افكتفنس، احنا كده بنتعلمهم بسرعه. افكتفنس كلمه اتاش يور بي برزنتيشن وبرزنت، كلمه لينك، كلمه ايه تاني برضو، كلمه سيشن، كلمه باك جراوند اكسبلانيشن، كل الكلمات دي، كلمه هايلايت اتكررت كذا مره برضو، كلمه موتيفيت، كلمه انكورجمنت، كل الكلمات دي مستر كانت بتتكرر، وهي الكلمات الكي ووردز اللي موجوده في قلب الايه الواحده. الجرامر ده مش جرامر، شويه افعال بتاخد تو مصدر، بتاخد اي ان جي مش عارف ايه، فريزال فيربس دي بتاخد اوف، دي بتاخد مش عارف. كلام سهل خالص والدنيا فيه كويسه يعني. ان شاء الله برضو في المراجعه هنعمل تجميعات كده مستر مهمه، مثلا كلمة تيك نحطها في سيركل ونطلع منها مثلا اوف، نطلع منها اوت، نطلع منها كذا، نطلع منها كذا. ان شاء الله ده في المراجعة الدنيا تبقى ايه، تبقى كويسة. مراجعتنا تبقى من كتاب سينيور اللي هو كتاب المراجعة، ومن كتاب جوينت المراجعة. بالنسبة لكتاب بنك الاسئلة يا جماعة، هو بتاع السنة اللي فاتت، موجود على الشانل شورتس الاجابة على طول، وموجودة شرح جزء بجزء في بلاي ليست بعنوان حل كتاب بنك الاسئلة. تمام. في برضه بلاي ليست حل امتحانات ثانوية عامة سابقة، ابقى بص عليها، تقريبا واقفه لحد 2012 او 2013، برضه هنبقى نحل فيها ايه على طول. تمام. افتح لي كده بقى 204 الجزء الخاص بالجرامر مع شرح مع حل كل جمله، هبدا اشرح لك يا مستر الايه القاعده دي ماشيه ازاي وبتتكلم عن ايه. بيقول لك هنا يا مستر اي هوب، جمله رقم واحد اي هوب. الناس اللي علقت، انا شفت التعليق الصبح بتاع الشخبطه دي كلها اوفر ومش عارف ايه، انت المفروض ومش، بص يا جماعه عشان بس الناس اللي ساعات بتقرا التعليق ما بتبقاش يعني، ممكن هو يسمعه باسلوب وحش فبالتالي يرد تعليق وحش، واللي قدامه كان يقصد حاجه تانية وكلام كده يعني، انا مش عايز اخش فيه قوي، بس انا ما بحبش اسمع كلمه المفروض وكان لازم والحاجات اللي هي شبه دي يعني. انت حاول ما تفرضش على غيرك يعني، احنا مختلفين في الشخصيه عن بعض يا جماعه، ده يختلف عن ده يختلف عن ده. انا عارف ان ده ممكن ما يكونش قصدك او قصدك بيه حاجه وحشه، بس ممكن غيرك يا اخي ما بينه وبين الكلمه دي تروما مثلا، موقف قديم، فهو رابط الكلمه دي بالموقف فما بيحبش يسمعها مثلا. كلمه انت المفروض كنت تعمل مش عارف ايه، انت فاهمني يا مستر بعد اذنك كذا، هو انا اقول لك انا حاضر مفيش مشكله، وان شاء الله المره الجايه نحاول نتغاضى عن الموضوع ده. تمام يعني، ودي برضو حاجه انا بعلمها ليك انت، انت ان شاء الله قدامك كام شهر وتبقى في كليه، بعد الكليه سنتين ثلاثه اربعه هوب بقيت في اتخرجت سوق العمل، المدير بتاعك يخش قلت له المفروض، اقول لك يلا بره خد بعضك ومشي، ما تجيش هنا، كل القطاعات الخاص ماشيه، اقدر بقى ورا تعيين الحكومه ورا الكلام ده، والموضوع ده احباله طويله ومحدش بيوصل فيه الا بعد كليات معينه زي طب بشري وطب اسنان وتمريض وكلام من ده. ان كان مثلا انت عايز تبقى بيزنس في كليات اللي هي التجاره وتجربه اي اس وانجليش والكلام اللي زي ده يعني، حاول يبقى فيه نوع من الستايل الاسلوب كويس، تخلي غيرك يبقى هو اللي بيجي يتصل بيك ويقول لك ايه انت كويس، إيه حاجه واقفه في ايدك، طب لو عايز حاجه ابعت لي، انت فاهم اسلوبك هو اللي بيعملك يعني. طيب ده تعليق بسيط بس مش اقصد حد بعينه، واتكلم بشكل عام. طيب الجمله مستر الاولى اي هوب نقط ذا بيولوجي اكزام ايم سو وورد، انا قلقان. طب اي هوب يا جماعه كلمه هوب بتاخد تو المصدر، الواحدة دي يا مستر عبارة عن حاجتين اتنين، حاجة افعال بتاخد طول المصدر وافعال بتاخد اي ان جي. طيب اللي بتاخد طول المصدر واللي بياخد اي ان جي فيه بقى افعال بتاخد طول المصدر وبتاخد اي ان جي، وكل فعل مختلف في المعنى عن الفعل التاني. بعد ما احل معاك هصنفهم لك باسلوب بسيط كده ان شاء الله تحفظه يعني. هوب يا جماعة بتاخد تو باس، بلان برضو بلان زي هوب بالظبط، يبقى بلان تو تو دو. تمام. بص بقى هنا suggest بتاخد verb ing، يبقى suggest spending، avoid verb ing برضه يا استاذ، avoid mixing، promise اسمها promise to. احس هنا يا مستر ان انت ما بتقراش ليه الجمله، لان انا مش محتاج ان انا اقرا الجمله يا جماعه، هي القاعده دي زي ما قلت لك هي سهله، انا بقف على الفعل بس واشوف هو ده بياخد تو مصدر ولا بياخد ing. طب انا عايز احفظ، بص من وجهه نظري اقراهم مره واثنين وثلاثه، وانت مع التكرار هتلاقي نفسك السبوكن لانجوج اللغه يعني كده سهلة. I decide to say two. I decide to learn كذا. I decide to كذا. تمام. يبقى two A two المصدر. طب agree agree برضو بتاخد two. I agree to enjoy. enjoy بتاخد verb ing. خد عندك بقى enjoy.
like love بياخدوا اي ان ايه؟ بياخدوا اي ان جي. كلمه deny بتاخد اي ان جي برضه، يبقى deny يا مستر زيها زي avoid، زي ايه؟ زي suggest بتاخد اي ان ايه؟ اي ان جي. طيب انا لما جيت شرحت او لا عندي في الدرس، لما جيت يا مستر اللهم صل على النبي، حليت مع الطلبه ده، انا حفظتهم دول هم يعني. انا برضو مش هبخل عليك بالموضوع ده، بس اديني ثواني انا عشان بس ما فتحتش ال اسمها ايه الويندوز دي، مايكروسوفت اوبن بورد اعتقد او وايت بورد يا مستر. طب لحظه كده هنعمل بوز للفيديو وان شاء الله هفتحها وهنتابع مع بعض. طبعا يا مستر الوايت بورد فتحت اهي. عشان يا مستر تعالى كده امسك معايا بقى من الاول، انت دلوقتي كتابك مفتوح قدامك، الوايت بورد دي عشان احنا بس كده احنا حلينا رقم كام، نفكر نفسنا احنا وصلنا لحد رقم 9. طيب افتح كده بقى معايا ورقه فاضيه، كتابك يبقى قدامك. احنا خدنا يا مستر القاعده دي، قلت لك انت في القاعده دي يا مستر في افعال بتاخد تو والمصدر، وحاجات بتاخد فيرب اي ان ايه، حاجات بتاخد فيرب اي ان جي. تعالى نصنف بقى كده من اول جمله واحد لحد جمله 9، ايه اللي خدته المصدر وايه اللي خد اي ان جي. خلي بالك ان اللي جالك ده هو اللي بيتكرر يعني، او اللي موجود عندك ده هو اللي بيتكرر، ان يعني في افعال كتير يا مستر، بس ده هو اللي ايه، هو اللي بيتكرر زي ما انا قلت لك. طيب واحده واحده كده يا مستر معايا وكتابك قدامك. طيب اللي بياخد تو والمصدر ادي يا مستر 2 زائد الايه، زائد المصدر. خدنا اول واحده يا جماعه هي ايه، هي هوب. خدنا كلمه خدنا بعد هوب بلان اللي معناها يخطط، خدنا كلمه خدنا يا مستر كلمه بروميس، يبقى انا ممكن تقول هوب وبروميس، حتى انا كنت قايل للعيال عندي كده هوب ايه، هوب بروميس دي بي يعني، ودي بي، فالاثنين كده ايه كده الدنيا كويسه، يبقى الاتهام فيهم بيها. شوف اعمل لك ايه اكتر من كده، الدنيا انت يا مستر مسهل لنا الدنيا خالص اهو. يبقى انا عندي ثلاثه فيهم بي، هوب بلان بروميس. معايا تاني هوب بلان بروميس، كل ده بياخد طول ايه، بياخد طول المصدر. طيب في دي سايد برضه يا مستر، دي سايد برضه بتاخد تو ايه، في يا مستر تاني ايه، في طبعا اجري، في اجري ادي ده اللي بياخد تو، في كتير طبعا. احنا ده اللي احنا وصلنا له لحد الجمله رقم 9 اللي اي ان جي بقى يا استاذ. خدنا اشهر واحده فيهم سجست، وعندي كلمه افويد، وعندي كلمه ديناي، وعندي طبعا كلمه انجوي ولاف ولايك اللي انا قلت لك عليهم انجوي. اوكي اوصل كده بقى معايا مستر، وصلنا لحد فين هنا؟ وصلنا لحد 10. اكسبكت طبعا اكسبكت تو المصدر، وهضمها دلوقتي للي بياخدوا تو برضه فيها بي، يبقى انت خدت معايا سبند لا مش سبند، اسمها ايه، هوب، ام سوري هوب، هوب بلان بروميس، تاني هوب بلان بروميس، ضيف عليهم ايه اكسبكت، اكسبكت معناها اتوقع. طيب انزل كده يا مستر، الرينج برضه يا استاذ بتاخد تو، ضيفها للي بياخد تو الايه، تو والمصدر الرينج. طبعا تقعد تكرر طول، كل ما تكتب واحده تجيبهم تاني من الاول، هوب بلان بروميس اكسبكت الرينج ديسايد اجري، تاني كل ما نقول واحده كرر من الاول، حتى لو انت هتوقف الفيديو، حتى لو ما كررتش وقف الفيديو وجيبهم من الاول عندك. ان شاء الله مع نهايه الفيديو ده تكون حفظت القاعده. طبعا انا شاكر جدا للناس اللي كلامها يعني ذوق جدا، تخش تعبر لك قد ايه هي استفادت والكلام ده. طبعا الناس دي يعني ايه، كل الاحترام لهم يعني، الناس هتبقى ناجحه في حياتها بشكل عام يعني، لان النوعيه دي بتوصل، بتبقى محل تقدير وتخلي الناس تحبها، مش شرط مدرس بقى بعد كده قدام كمان. بريفير يا مستر بتاخد تو، بص يعني صلي بينا عليها. قال لك بريفير دي ليها حكايه شويه، الحكايه دي ان هي ممكن تاخد تو مصدر، ممكن تاخد اي ان جي، وفي حالة اي ان جي ممكن يجي بعدها هناك الناحية التانية تو واي ان جي كمان، معناها يفضل شيء على شيء. طيب واحدة واحدة كده يا استاذ، يبقى بريفير يا استاذ بتاخد تو مصدر او اي ان جي، انا ممكن اخد هنا تو مصدر عشان ما عنديش اي ان جي صريحة، تمام،
اوفر برضو اوفر هتاخد ايه؟ اوفر بتاخد تو المصدر، يبقى انا هاخد تو ايه؟ تو حلو. وود طالما في وود خد تو المصدر، وود يو لايك يبقى تو. طب ما تقوليش بس لايك like بياخد اي ان جي، لايك لوحدها ممكن تاخد الاثنين، اي ان جي في المعنى العام، تو مصدر في معنى محدد او في موقف مخصص. تمام. ادمايت بتاخد اي ان جي زي كونفيس، زيها زي ديناي، زيها زي ديناي في الاي ان جي. ليفنج زيها زي ديناي، زيها زي ايه؟ زي ادمايت. افويد سجست كل الدنيا دي تاخد اي ان جي. افويد لسه جايبين في سيرتها اهي، تاخد اي ان جي. اي وود لاف طبعا لسه قايل لك من شويه، وود لاف تو، وود لايك تو، وود بريفير تو. طالما في وود رشقه في الموضوع خد تو خلاص، ما تفكرش كتير يا استاذ. تعالى بقى ننزل هنا، اعتقد هنا الدنيا خفيفه يعني، بما انه اربع صفحات ماشي الدنيا تبقى كويسه ان شاء الله. بي كيرفول، انا في الجمله رقم 18، بي كيرفول يو ماست نقط، قال لك هنا اي ان جي، بقى تاخد هنا افويد، يجب انك تتجنب. ريمبر يا جماعه بتاخد الاثنين، بتاخد تو مصدر واي ان جي، بس دي تو مصدر يتذكر ان يفعل شيء، شيء لسه ما حصلش، اي ان جي يتذكر ان هو عمل الحاجه. تمام. يبقى هو ممكن يكون عملها بس نساها، وبعد كده تذكر ايه ان هو عاملها خلاص، لان هنا بقول له انا تذكرت اني شفت الراجل ده من سنه، يبقى انا شفته قبل كده خلاص. انما انا بقول له حد ايه، اوعى تنسى تبص على الراجل جارك اللي تحت بعد ما تنزل، يبقى انا هقول له يو ريمبر تو سي. اتفقنا؟ عايزين انك تشوف او يو شود ريمبر تو سي كذا، يعني ارجو تكون الدنيا ايه، الدنيا واضحه. Don't forget طبعا هنا forget قلت لك زيها بالظبط، هتاخد تو المصدر، شو ده بيجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى هنا practice. طبعا practice هنا هتاخد اي ان جي. طب ما تقول لي افويد بياخد اي ان جي، طبعا دي كده مش هتتاخد لان دي كده عايزه تو المصدر، يبقى دي بتاخد اي ان جي ودي بتاخد اي ان جي. روح بقى للمعنى، يبقى انت تتجنب انك تتكلم بالانجليزي مع النيرف سبيكر تو سبيك فلوينتلي. يا يا باشا انت لازم يو هاف تو سبيك وذ نيرف سبيكر تو بي فلوينتلي ان انجلش، تو بي فلوينتلي أو to speak fluently. تمام. لو مفعولته المصدر دي معروفة من اليونت اللي فات. يا مستر ريفيوز برضو بتاخد تو المصدر زيها زي اجري بالظبط، اجري وريفيو وريفيوز الاثنين عكس بعض، والاثنين بياخدوا تو ايه، وتو والمصدر. طيب وصلنا للجملة لو بس يا جماعة بتاخد اي ان جي، يبقى لو بس اي ان جي، انما لو تو طبعا لو مفعولته الايه، تو والمصدر. دي سايد لسه قايل لك من شوية هي بتاخد تو اللاو، في يا باشا مفعول ولا تو مصدر ولا كلام من ده؟ لا، يبقى طالما ما فيش يبقى هتاخد اي ان جي. لوك فورورد تو واي ان جي، لان قلت لك دي في افعال الكتاب هنا مصنفه لك، هتاخد صفحه 203 فوق، 203 فوق، دي الافعال اللي في اللغه الانجليزيه كلها اللي بيجي بعدها تو اي ان جي. يا استاذ انت متربيين على تو المصدر، قال لك لا في افعال بيجي بعدها تو اي ان ايه؟ واي ان جي. ماشي. واللايك تاخد تو، يبقى to go، والناحية التانية have having، لأن جو بيجي بعدها verb by ان ايه؟ اي ان جي. 29 هتاخد الأولى، to don't forget to look، اوعى تنسى انك تقفل الباب، يبقى انت لسه انا بأمرك حاجة انك تعملها، يبقى لسه ايه؟ لسه ما عملتهاش. طيب 30 يا مستر، I regret to say، ندمت اني قلت you should stop checking، هنا stop بيجي بعدها اي ان جي معروفة. would you mind برضه اي ان جي يا استاذ. when studying you should remember to take، انك تاخد، افتكر انك تعمل حاجة في الفلاني. طبعا لسه قايل لك من شوية stop بيجي بعدها اي ان اي ان جي، يبقى احنا يا استاذ ممكن نروح الوايت بورد بتاعتنا نضيف الاي ان جي. هاتهم انت بقى من الاول بقى، سواء just avoid deny enjoy، خد معاك كمان admire لان دي جت يعني دي قابلتنا، خد معاها ستوب. تمام. طول ما تاخد حاجه دي ضيفها وهات من الاول، كرر الموضوع ده، عايز تكرار يا جماعه. تمام. اللي بقى كده الصفحه اللي هي 206، انا ما عندناش الا 207، وان شاء الله يعني المونتاج بقى ممكن يقعد ساعه ولا حاجه، ونحاول اكسبورت الفيديو كمان ساعه، وان شاء الله كده على الساعه يعني 9 ولا 10 يكون الفيديو موجود. احنا كده في 206 يا جماعه، صفحة 206 جملة رقم 35. we not mixing، طالما هنا mixing اي ان جي استاذ، يبقى انا هاخد avoid. طب ما تقول لي prefer ممكن اجي اي ان جي، روح للمعنى، ده معناه يتجنب وده معناه يفضل. stop بياخد اي ان جي، stop making، I really regret طبعا هتاخد اي ان جي برضه، لان اترك regret يندم على فعل الشيء، ويندم ان هو
دي الشيء فعله وده يندم ان هو ايه لسه هيعمله. 38 استاذ فينيش تاخد اي ان جي، كلام سهل خالص. ريمبر اي ان جي برضو. بليز ريمبر، ايه الفرق ما بين ده استاذ وما بين دي؟ هنا قال له بليز ريمبر تو بري. بص يا سيدي، الفرق ما بين الاثنين ان دي تذكر ان هو قابل الراجل ده قبل كده لما كان في اسكندريه، يبقى الموقف ده حصل. اتفقنا؟ ريمبر تو برينج، هنا الموقف ده اهو لم يحدث. كلام سهل خالص يا استاذ، انت مستك يا استاذ انك بتبسط المعلومه. الناس بتعقد الدنيا، احنا يعني المعلومه بسيطه سهله. الحمد لله احنا دارسين ازاي نوصل المعلومه السهله للطالب، الحمد لله. يعني كليتنا برضو الكل يقول لك ثلاث كليات واخشهم، اول واحده كليه التربيه. الجماعه اللي هم اللي فاضيين 41 استاذ. وي نوت تو سبيند ذا ويكند ان اور فريندز فيليج. طبعا انت تاخد هنا كلمه بلان، ان هي اساسيه اللي بتاخد تو بلان تو. اي نوت تو جوين ذا فاكولتي اوف فاين ارتس، لايك اتس فيلد اوف ستادي اي لايك موست، هي المجال اللي انا حابب ادرسه ايه جدا يا استاذ. يبقى 42 هتختار decided decide to. تمام. which book you choose، اللي انت اخترت عشان تقرا يا استاذ، يبقى to read، لكي تقرا. هنا قال لا، وبعد كده مش مفعول تو مصدر وكلام من ده، لا يبقى مفيش حاجه، باخد اي ان جي، دي سهله خالص. finish خد اي ان جي، لسه حللها من شويه يا استاذ. يبقى انا ممكن اجي هنا يا استاذ واضيف finish مع الجماعه بتوع الاي ان جي، عادي خالص. طيب don't spend too much time، ما تقضيش وقت كتير يا استاذ. هتختار ايه؟ playing، لان spend برضو من ضمن الجماعه بتوع الاي ان جي. help بتاخد تو والمصدر وبتاخد اي ان جي. طيب I can't help laughing، هنا هناخد فيها ايه؟ اي ان ايه اي ان جي. when I hear that، لما سمعت ده. look forward to يا استاذ، هتاخد اي ان جي، الدنيا سهله خالص. ايه لسه قايل لك من شويه. بص بقى برضه من ضمن بياخد اي ان جي يوزد تو، بس لو قابلك اما واذا وار او جيت او بيكم. اتفقنا؟ يبقى هتاخد هنا ايه؟ هتاخد هنا بقى انا عندك ايه الفرق ما بين ميكينج وما بين دوينج. بص يا سيدي، ان هنا نختار ميكينج. ميكينج في بد معناه يرتب السرير، دوينج ده لو هو كاربنتر. ايه توك تو دايز، هتاخد توك مفعول تو والمصدر، او توك مده زمنيه يعني تو والمصدر. يبقى انا هتاخد هنا تو جيت. Last week I started، أنا started learning، بدأت إن أتعلم a new language. روبرت لويس ستيفنسون ده اسم واحد يا جماعة، المهم يعني الراجل ده began، بدأ. طبعا هنا في began يبقى تاخد ing، began writing. لما لأن أعتقد إن began برضه بتتعامل زي start، تاخد الاثنين، ولكن هنا هتاخد ing الأفضل يعني. بص would like to، دي سهلة بس قالي من شوية would، طالما في would خد تو يا استاذ على طول ما تفكرش فيها. object بتاخد تو ing، object زي look forward to، زي اما واذا وار يوزد تو ing، زي accustomed to، زي الكلام اللي موجود عندك في 203 فوق. refuse لسه قالك من شوية، refuse زي agree والاتنين بياخدوا تو. شفت بقى الفايدة اللي انت بتعمله معانا يا مستر، الدنيا بقت سهلة. interest in، طالما in خد ing، يبقى تاخد going. محدش يجي يتغابى ويقول لي يا استاذ ده هنا في اي ان جي، اقول لك حبيبي انت في معلومه اللي مقول، هتقول لي معلومه اقول لك ابعد عن بينج والتصريف التالت بس. هنا استاذ stop هتاخد smoking، هنا اي ان جي. practice لسه قايلها لك من شويه، بتاخد اي ان جي برده، لسه قايلها لك فوق. كان الجمله اللي كانت مع avoid اللي اولنا اللي في جمله 35، ركز يا جماعه الكلام بيتكرر. يبقى انا ممكن هاجي ازود هنا يا استاذ مع الاي ان جي واقول لك practice. يبقى هاتهم من الاول، just avoid deny but might stop finish practice تاني. كرر مع نفسك يا جماعه، الدنيا كويسه يا استاذ، واسهل ما في الموضوع ان انت بتحاول تخلي الدنيا كويسه عندك. طب طالما لسه قايل من شويه، طالما في would خد تو، ما عدا would rather خد مصدر على طول. يبقى هنا ايه؟ هنا stay. يبقى تاني يا استاذ، طالما في would would بقى لو love لو like love would like would prefer، كل ده بياخد تو المصدر.
ودراسه خد مصدر عربي. تمام. ايه اللي كده يا استاذ بقى؟ 207 اخر حاجه برضو بساطه، 60 22 جمله بساط كده. طب ليس طبعا هنا فرصه اكبر السياره انها تقف، لان فرصه تاخد طول المصدر. حذر يا استاذ نوت تو برضو هنا، نوت تو المصدر. ادفايس مي نصحني، ادفايس مفعول تو المصدر، انما ادفايس بس بتاخد اي ان اي اي ان جي. طبعا هنا يا استاذ سالك من شويه ان بريفير اي ان جي، هناخد اهو تو وهتاخد اي ان جي برضو، يبقى يفضل شيء على شيء. وات وود يو لايك تو دو تقريبا، اي ثينك وات وود يو بلان، هي الخطه اللي انت عايز تعملها. ان بلان تو لو مفعوله يا جماعه يبقى هتاخد تو الايه، هتاخد تو المصدر. ستوب هتاخد اي ان جي توقف نهائي، انما ستوب تو بتاخد تو الايه. اساسا انت ما بتقراش الجمله ليه يا استاذ؟ معلش حد في التعليق كاتب كده يا جماعه. يا جماعه انت مش محتاج انك تقرا وتترجم والكلام ده، تقرا وتترجم في حالات بسيطه خالص. انا ببص للفعل ريجريت اهو، الحين اقرا وترجم، لان ريجريت بتاخد الاثنين، بتاخد اي ان جي بتاخد تو المصدر، هنا اضطر اقرا وترجم. انما جمله زي اللي فوق يعني برضه سهله، وتوقف عن اللعب الكرة بعد ما رجله اتجرحت، مش توقف لكي يلعب يعني. الدنيا بسيطه يعني يا جماعه، في اليونت ده ما تحطش فيه مجهود كبير، الدنيا سهله، تيجي ايزي والله، تيجي المنهج كله ايزي. بس يعني لو انت بتسمع المدرس زي الناس اللي بتعقدها خلي ليهم مع ده ماشي، لانه ما مش اهل التدريس يعني. طيب ستوب هنا اي ان جي يا استاذ، انت تاكر ريجريت معناها يندم، يبقى هنا هو ندم ان هو ضيع الوقت، يبقى ندم على حاجه عملها، طالما الحاجة عاملها خد اي ان جي. هنا ريمبر يا استاذ، طب الدليل كده ان هو فشل او ليها فشلت في الامتحان، ملحق الكحك. الجمله يا استاذ رقم احنا كده قلنا 68، الجمله 69 ريمبر، ريمبر حاجه حصلت مش عارف ليه حصلت لانها في الماضي البسيط، يبقى هنا اي ان جي. اي فورجوت تو برينج، سهله. ان او از او ار يوز دي تو زائد الفيرب زائد اي ان جي، الدنيا سهله يا استاذ برضو. وود لايك لسه قايل لي طالما فيه وود لايك خد تو المصدر، ما تفكرش يعمل. اي نو ات تو، يبقى انا عايز حاجه بتاخد تو، ابعد عن ادمايت، ابعد عن سجست، ابعد عن انجوي، يبقى انت هتاخد ايه؟ هتاخد ديسايد. ليه بقى ما ترجمتش بقيه الجمله؟ لان مش محتاجه تترجم، مش محتاجه تترجم والله. 74 يا مستر ستارت، ستارت بتاخد الاثنين يا جماعه، فهنا هضطر اخد ايه وبي. هنا في تو وهنا اي ان جي، يبقى انا هاخد حاجه اللي بتاخد تو اي ان جي، يبقى انا هاخد اوبجكت افترض، اي ثينك اوبجكت افترض او لا اعترض، اوبجكت اعترض يعني، سوري اعترض يعني. اسك مي هو سالني تو، اسك مفعول تو المصدر زي لو بالظبط. هيت بتاخد اي ان جي يا جماعه، هيت بتاخد اي ماي سيستر هيتس. احنا في الجمله رقم كام؟ طب مفيش هنا اي ان جي عامه يعني، يبقى إيه اخد تو المصدر توب لاين زي لايك، لايك بتاخد الاثنين برضه. اون ماي واي في طريق للمحطه، ستوب بتاخد اي ان جي وبتاخد تو والمصدر، فهنا ستوب تو اسك اباوت فاطمه، يبقى ما توقفش نهائي، لا هو توقف لكي، يبقى هنا تاخد تو الايه؟ تو والمصدر. لو قلت توقف لكي يبقى كده هو قطع علاقته بيها، ما عادش يسال عنها، مش هتنفع اقول لك ده انا كنت ماشي رايح لما تمحط. فينش هتاخد اي ان جي. بص بقى هنا طالما هنا في شوت وهنا، بص كونسيدر ده برضه خدها تبع اللي بياخد اي ان جي، هي وريسك 13 بتاخد تو المصدر، يبقى انا هاجي اهو ممكن نكتب لك اهو كونسيدر خد معاها ريسك. دول يا جماعه اللي اتكرروا. لو انا عايز احفظ القاعده دي زي ما قلت لك يا استاذ، ورقه وقلم وانت بتحل معايا، اكتب اللي انا بحله واجيب من الاول، كل ما اضيف حاجه جديده في الخانه بتاعتها اجيب من الاول، اكرر مره اتنين تلاته، بكره الصبح ارجع عليهم تاني، بعده ارجع عليهم تاني، قوم جنبك ابدا مذاكره عربي، بص بس عليهم مجرد اسبوع هتلاقي الدنيا معاك بقت كويسه، وهحل بعد كده باقي الحاجات بتتكرر عليا مره واتنين وتلاته واربعه. تمام. احنا كده خلصنا، باقي لنا بقى جزء اللي هو السكيلز وجزء الاوبن بوك وجزء التست. يعني اتمنى ان انا اقدر اعملهم النهارده، بس طبعا حاجه يعني شبه مستحيله، بس يعني ايه ان شاء الله يعني انا بحاول. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.